ايه، انا سعيد ان الولد طاير من الفرح عشان الجوازه دي. ماما؟ لا لا يا حنكش، دي مش ماما. لا مؤاخذة يا دولة، كنت بتقولي ايه على فيلتك اللي فلوران؟ حنكش، قلت لك ألف مرة ما تشيلش الفيلا من الشوكة. حنكش، في خبر لما هتسمعه هيسعدك قوي قوي. انا ودولة خلاص هنتجوز وهنعيش مع بعض في اسكندريه. حنكش قول كويس. ابي ابي، ممكن اعمل زي الناس؟ اتفضل. ماما فرنسا هتغسل لي. الشهر ده كان كويس قوي يا اولاد. 20% دول مصروفات اداريه، ال 10% دول ليك يا بشير، يلا 15% ليك يا نصحي. شكرا يا ريس. والباقي ده بقى عشاني انا. وانا انت ايه؟ انت لسه تلميذ يعني صبي. صبي يعني ايه يا اسطى؟ هطلع من المولد بلا حمص؟ لا 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 لا، انت هتطلع بشيء اهم كتير من الحمص. هتطلع بالخبره والتدريب والعلم. الله، يعني انا في الكليه؟ طب انت هخلصك يا دكتور ان اشتغل الشغل اللي انا اشتغلته كله لحد ما عينيا اتقورت وفي الاخر ما اخدش نصيبي؟ ما انا قلت لك لا كاش. شوف يا طاطا، اللي عايز ينجح بحقه حقيقي مش لازم ياخد الدنيا كده قفش. لا، النجاح له قواعد واصول ومش ممكن الواحد يتعلمها بين يوم وليله. لا، الزمن هو اللي بيسويها، زي الطبخه اللي بتستوي على نار هاديه. فهمت يا سي طاطا؟ تطصني جاموسه عاميه اذا كنت فاهم حاجه. مش كفاية إن الإنسان يعرف يكسب فلوس، ده نص النجاح. النص التاني إزاي يعرف يصرف الفلوس. وأنت مالك يا سئيل؟ فلوسي وأنا حر فيها، هجيب حمام وأطيره. أنت لك عندي حاجة؟ أنا حر يا أخي. لا، أنت مش حر. أنت ناسي اتفاقنا؟ إحنا ما اتفقناش إنك تعلمني إزاي أصرف فلوسي. إحنا اتفقنا إنك تبقى من إيدي دي لإيدي دي. الله يخرب بيت ده اتفاق. أقول لك انسى الاتفاق ده، من هنا ورايح يا عم كل واحد فينا يشتغل لحسابه. بس حسك عينك اشوفك في المواقع بتاعتي، انت فاهم؟ اطمن يا اخويا، هسيبها لك تاكلها ولع. اقول لك انا سايب لك البلد كلها عشان تتبسط. عندي خبر هيفرحك قوي يا نصحي. خير؟ الواد اياه. ايوه، خليته حط نيله في اسنانه وقال يا فكيك. اخيرا يا الف العربية، يعني هنعرف نشتغل على رواقه من جديد. طبعا. طب اقوم اروح لها انا بقى عشان مستنياني بالشيك اياه. دور لك يا مدام. يا مدام يا انسه، انا بس كنت بسالك على البورصه، اصلا انا معايا 100,000 سهم عدم المؤاخذه وعايز اطمن على اسعارهم. رد عليا يا مدام. يا انسه ايه انت؟ هلا خلاص براحتك. تشاو تشاو. انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ ايه
مفيش حد صدق. انا خلاص كنت على رصيف المحطة والقطر جاي والتذكرة معايا وهسافر. قام جالي هاتف قال لي معقولة طقطق تسيب الحتة اللي اتعرفت بيها وكونت فيها زباين وتسافر كده؟ ده انت تبقى اهبل يا ولد. قوم جيت. قوم ايه؟ جيت. هيص يا عم هيص. طقطق اسمع بقى ما اقول لك، المكان هنا ما يسعناش احنا الاثنين. على فكره انت خايف. انا خايف من ايه؟ مني. خاف منك انت؟ طبعا. قاعد لوحدك عمال تولهط في الهوبر ومالكش شريك، فجاه قبيت لك انا. انا خاف منك انت؟ ليه؟ ايش جاب لي جاب؟ وغلاوتك خايف لان انا اصغر منك واشيك منك واحلى منك وبكتير، وممكن امسحك باستيك. خوفتني. شوف اسمع بقى، انا اقدر ادخلك السجن والادله تحت ايدي والجريمه ثابته عليه. قلت ايه بقى؟ انا كمان ممكن اشغل ده ولبلب وافضحك وابوظ الدنيا واحكي الحكايه من اول حكمه باختياري بتاعت اصفهان لحد الولايه الكارته بتاعت اسوان. يا طقطق لازم تصدقني، انا ما بكرهكش. تقدر تقولي ان انا بحبك. امال عايز تطرقني ليه؟ الانسان الناجح يعرف يقيم امكانياته بالظبط، يعني يعرف حجمه الطبيعي قد ايه. ما اختلفناش. شوف انا بقى هفتح لك قلبي. زمان وانا كنت لسه صغير كان عندي طموح ان انا ابقى فنان، فنان مشهور، موسيقار مثلا، شاعر، مغني، نجم سينما. لكن اكتشفت الحقيقه المره دي بدري. عرفت ان انا ما عنديش مواهب ان انا اعمل حاجه زي دي، لكن عندي حاجات تانيه كتير. عندي هيئه، بعرف اتصرف كويس، بتكلم لغات، بعرف البس كويس. بصراحه عندي كل الامكانيات اللي تخليني العب اللعبه دي. بقى اسره هات من الاخر. عايز تقول ايه؟ تعال بقى نطبق النظريه دي عليك انت. انت بقى قول لي ايه امكانياتك. انا اقول لك بصراحه، يا بختي من بكاني وما ضحكش الناس عليا. ايه ستك جربوع صايع هلفوت، وما فيش اي ست محترمه ترضى تبص لك. قول زي ما انت عايز، جربوع هلفوت كتكوت، مش هتقدر تكسر مقاديفه. باختصار يا كابتن انا قاعد على قلبي. حقك عليا يا سيدي، حقك عليا، ما تزعلش. ده انا بدور لك طريقك بدل ما تضيع عمرك في الاوهام. طب اسمع، انا بقى عندي فكره جهنميه. ها نخش لبعض رهان. لو انت كسبت ليك عليا حفلسع من هنا ومش هتشوفني تاني خالص، واذا انا كسبت لا مؤاخذه ما اشوفش وشك هنا تاني خالص خالص. اهو كذلك يا سيطاطا. ونق انت يا عم الرهان اللي يعجبك. نختار واحده ست ونحدد مبلغ، اللي ياخده منها قبل التاني هو اللي يكسب. وانا موافق. فين بقى الست؟ عزت. ايوه يا صديقي. قول لي مين الست اللي هناك دي؟ دي ملكة الصابون في مصر. يعني ايه؟ كريمان شهاب. اه طب روح دلوقتي انت، روح يلا. ها على كام؟ انت مش شايف انها صغيرة شوية؟ احنا هنتلكك بقى. ولا نتلكك ولا حاجة، اختصارا للوقت نقول 100,000 جنيه. كويس. 100,000 جنيه مش كتير؟ مين بقى فينا اللي بيتلكك؟ لا ماشي ماشي الكلام. مع تحياتي بالتوفيق. دو 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 دو
الاخبار يا نصحي؟ السمكة قاعدة على ترابيزة الرولات في انتظار الصياد. الواد فين امال؟ ما بانش. أكيد فاق لنفسه وعارف إنه مش ممكن يصف رجليه قدام سيادتك. فتح عينك يا نصحي. مسيره إب. زيرو. زيرو. $1,400. Good luck. إذنك لو سمحت. أنا آسف أوي لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت. عن إذنك. أنا آسف أوي. لو سمحت حبة كمان. كويس كده؟ حبة كمان. لو سمحتي ممكن تحطي لي الفيش ده لان انا ايدي مش طايله. قوي قوي. طب تحب حضرتك احطه على نمره كام؟ الحقيقه انا حظي وحش قوي. نقي لي انت نمره. اوكي. 36. 36. لو سمحتي ممكن تسأليها إذا كان ممكن تاخد النشان ده وتسلفني برهانه يعني؟ آسفة جدا يا فندم، مش ممكن. مش ممكن؟ مش ممكن. انا ما بتكلمش على العمليه بتاعتنا. امال ايه؟ انا بكلمك على عمليه خالتي. اصلها عيانه ومرميه في المستشفى بين الحياه وبين الموت. وانا اسف قوي، مش عارف انا ليه كلمتك في المسائل دي. لا ارجوك ما تبقاش حساس للدرجه دي، مش كويس عشان صحتك. وبعدين الناس اللي بعدها والدنيا لسه بخير. من فضلك قولي ايه مشكلتك، يمكن ربنا يقدرني وقت رحمه. انا كنت فاكر النوم في السما بس. الملائكه الملايكة. الليلة نحس. نصحي يا فندم. اسمع ما اقول لك. عشان خاطر انا ما اقدرش اشوف راجل بيعيط. من فضلك ما تعملش في نفسك كده. من فضلك. ايه ده؟ وحياة بابي اللي انت واخدته. اوعى تكسفني بقى. ايوه يا ست هانم.
انا صحيح خسرت كل حاجه الا الكرامه. اخفى عليك وحياه ربنا لو ما خدتهمش ان شاء الله يا رب اموت دلوقتي حال. بعد الشر عليكي، بس انت نفسك ما ترضيش ان انا اخد من حاجه من حد انا ما اعرفوش. بسيطه يا سيدي بس كده. انا اسمي كريمان شهاب وصاحبتي الانتيم بيقولوا لي يا ريك. عارف ليه؟ اصل ما كنت بيبي وما كنتش بعرف انطق اسمي، فكل ما يجوا يندعوا عليا ويقولوا لي كريمان او ما انا قايله لهم ريكا. استريحت بقى. وانا اسمي طارق ابو المجد واصحابي الانديل بيقولوا لي طقطق. ايه؟ طب يا هتاخد الفيش اللي معاك ده بالامر. ريكا انا مش عارف اقول لك ايه، انت غلبتيني. الفيش ب 2000 دولار يعني حوالي 6000 جنيه. انا اقدر اقول لك دلوقتي انك انقذتي حياه واحده غاليه وعزيزه عليا قوي، خالتي. مش هقول لك متشكر لا، انما الهي وانت جاهي الدعوات اللي هتغرقك بيها تكون من حدك ومن نصيبك يا ريكا يا بنت حواء وادم. الا بالمناسبه انت امك اسمها ايه؟ حنفي.